عندي الحمد لله رغبه في جديد العقد مع فريق الدفاع التجديدي. يعني تمني طالب من المكتب المسير، يعني باقي واحد المناوشات الحمد لله، يعني ان شاء الله غادي يكون خير من القدام. يعني عندي عروض في خارج المغرب وفي داخل البطوله الوطنيه، لكن انا كنفضل ان شاء الله الى اللي تفاهمت مع المكتب المسير ديال فريق الدفاع التجديدي ان شاء الله باش نزيد معهم موسم اخر اضافي.